أكلمك على نادي السنة دي خد 27 بطولة. 27 بطولة يا جماعة، احسب في كل الألعاب. دورولي على فريق في العالم خد 27 بطولة في سنة، دورولي لو حد عنده يبعت لي. والله أنا بتكلم حتى جمهورنا اللي موجودين في كندا وفي أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا، أي حول العالم ابعتولي، في الدول العربية، في مصر لو حد عنده فريق خد 27 بطولة هذا العام يبعت لي، يبعت لي. جايز اكون انا غلطان، بس هو الاهلي خد 27 بطوله السنه دي، عشان كده بنقول ايه؟ موسم الاعظم للنادي الاهلي، ولسه الاهلي بيتكلم على بطولات. اه والله بيتكلم على بطولات. مش شبعان بطولات الاهلي، عشان جمهوره كده. كولر قال لك جمهور الاهلي ما بيحبش التعادل، صح. صح. في كره قدم غريبه جدا، طب ما بالك لما تتغلب تبقى كارثه، تبقى كارثه. قد ان شاء الله السنه دي الاهلي يخلص الدوري بهزيمه، يا نهار ابيض. ممكن احنا لحد دلوقتي الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. يعني عايز اقول لحضراتكم ما شاء الله ممكن يعملها، عملها الاهلي قبل كده بس يمكن من زمان، انه ايضا فاز ببطوله او يمكن اكتر من هزايم، يعملها السنه دي هيبقى تتويج هايل. واتمنى الكابتن محمود الخطيب هذا الموسم الاكثر والافضل والتاريخ للنادي الاهلي، عايزين كده حضرتك احتفال كبير يليق بالبطولات كلها مع كل الفرق، حفله تليق مع درع الدوري، مع افريقيا، مع الكؤوس كلها، مع كله كده، احتفاليه رائعه. أن تشكر الناس واحنا كمان نشكر الناس ونشكرهم، نشكرهم على الهوا. وانا بطلب الكابتن محمود الخطيب احتفاليه تليق باسم النادي الاهلي لكل الالعاب، وهذه البطولات، هات البطولات دي كلها 27 كده رصوهم. تاني بقول كابتن محمود الخطيب تحيه ومبروك تاني كابتن خطيب، والله يعني طيب بعدين بقى. فكابتن محمود عايزين ال 27 بطوله جنب بعض كده ان شاء الله، ان شاء الله كده في احتفاليه كبيره جدا، ونكرم كل الابطال ويعني مره واحده ونعرض كل هذه البطولات النهارده سنه، وزي ما بقول كده موسم تاريخي حافل للنادي الاهلي. اخبارنا ايه الليله؟